الجولة الأولى وبدت الجولة الثانية بخامس أشواط الأبكار اللقاية المحليات الأصايل لتنتثر في هذا الميدان بانطلاقتها وبشعاراتها مع هذا الاندفاع بحثا عن الناموس والفوز. الخمسة كيلومترات هي سوف من تحدد لنا مصير الفائز بالناموس والفوز. انطلقنا مع خامس الأشواط، اندفعنا مع البداية في بداية هذا الانطلاق، التنافس باين وواضح من بداية الشوط. نسير مع المراكز الأولى، تتقدم بالمركز الأول العبور. نسير مع المركز الأول مع الانطلاق الأول، نتقدم للمركز الأول وهذه جبارة. جبار جاسم بخليفة يتقدم مع المركز الأول، أو هناك الحميري، هذا سعيد بن عبيد الحميري. نعم جبارة اللي قادت مسار الشوط وانطلقت مع المركز الأول، تليها في المركز الثاني هذه صوغة هادف بن حمد بن عصان المنصوري على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هذه الظبي لحمد بن عبد الله بن خزام العامري على المركز الثالث والمركز الرابع. أشوف الانطلاق والاندفاع الطويلة لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري كذلك، بينما هناك تدخلت في هذه اللحظة رهيف في هذه رهايف تتقدم. مشلش بن سعيد في الخيارين تأتي بهذه الانطلاقات والاندفاعات، بينما هذه طيفة حميد بن هاشل بن عبد الله الشامسي يتقدم في هذا الاندفاع، بينما ناتي إلى المركز السابع في هذا الاندفاع. سابع المراكز الهائلة لراشد بن عبد الله بن سالم السعدي يقدم الهائلة السعدي في هذا الاندفاع، بينما هناك هذه تتواجد العبور. حمير بن ناصر بن محمد الحراسي يتقدم في المركز الثامن والمركز التاسع، هذه وصلت في تاسع المراكز. احتفال لأحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي والمركز العاشر. نشوف العاشرة هذه وصلت وتقدمت خير عيد بن خميس بن عامر العمري يقدم خيرة. هذه النتيجة للعشر المراكز في الشوط الخامس. في الشوط الخامس المحليات الأصايل، نعود بعد العشر المراكز إلى المراكز الأولى، نتابع في هذه الانطلاقات في هذه التحديات. نروح مع الحميري اللي مسيطر على مقدمة الشوط. جبار في مكان الصدارة والجدارة. جبار سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يسيطر على مقدمة الشوط، يندفع. رهايف تاتي في المركز الثاني، رهايف على ثاني المراكز. مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين الهاجري يتقدم على المركز الثاني، ياتي مع رهايف على ثاني المراكز في هذا الاندفاع والانطلاق، بينما المركز الثالث ثالث المراكز وهذه صوغة هادفة بن حمد بن عفصان المنصوري يقدم صوغة. شوف اللي تدخلت، طيف 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 حميد بن هاشل بن عبد الله بن خاطر الشامسي يتقدم راعي طيف ولكن الهائلة من الجانب الآخر، الهائلة راشد بن عبد الله بن سالم السعيد يتقدم في هذا الاندفاع، ولكن شوف احتفال أحمد بن عبيد بن مبارك الكتبي أيضا تدخلت في التنافس. خيرة عيد بن خميس بن عامر
العمري ايضا تواجدت هناك من الجانب الاخر، كل الاسماء واصله. ناصيه ناصيه، سعيد بن محمد بن سعيد بن عبود الحارثي ياتي في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. هذه الاسماء المتقدمه كلها واصله تنافس واثاره في هذا الشوط، شوط المحليات وهو الخامس في الاشواط. نروح الى ابو سعيد، نروح الى الخيارين مشلش يتقدم ويسيطر على مقدمه الشوط على المركز الاول. رهايف مشلش بن سعيد الخيارين يتقدم على المركز الاول، يقدم رهايف على مقدمه الشوط بأداها الجميل وانطلاقتها. ياتي في المركز الثاني احمد بن عبيد يتقدم، يقدم احتفال احمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي على المركز الثاني والثالث. هناك اشوف الاثار الحاضره، اشوف الانطلاقات الجميله في هذا الاندفاع. هذه الهايله على المركز الثالث راشد بن عبد الله بن سالم السعيدي ياتي في هذه الانطلاقات، ولكن في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق الجميل غادرنا الكيلو الاخير، غادرنا الكيلو الاخير، لا والله غادرنا الثمانمائة متر. نسير مع المراكز الاولى، نتقدم مع المقدمة، وهذه اللي مسيطرة رهايف مشلش بن سعيد الخيارين يتقدم على المركز الاول. اهل الدوحة يتقدمون على مقدمة الشوط، واحمد بن عبيد بن مبارك على المركز الثاني، على المركز الثاني والمركز الثالث اللي ياتي راعي الهايله راشد بن عبد الله السعدي يتقدم على المركز الثالث، ولكن خلاص راحت رهايف مشلش بن سعيد الخيارين يتقدم بالمركز الاول. يقدم رهايف اداها الجميل ما شاء الله تبارك الله. سلام لاهل الدوحه، سلام على هذا الفوز، على هذا الناموس، تهانينا نزفها في هذه الانطلاقه وهذا الفوز جميل. رهايف مشلش بن سعيد بن محمد الخيارين يقدم هذا الاداء الجميل. المركز الثاني لاحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي، المركز الثالث الهايله لراشد بن عبد الله بن سالم السعدي ياتت في المركز الثالث والمركز الرابع منه وصلت فيه لعيد بن خميس العامري. المركز الخامس هذه اللي وصلت جميلة مشاهدينا متابعينا الكرام لأحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي. هكذا النتيجة. عودي إلى التوقيت الزمني 7:32:03 من الثانية قدمت هذا الأداء رهايف لمشلش بن سعيد بن محمد الخيارين. سلام وتحية من المرموم على هذا الفوز وعلى هذا الأداء الجميل والرائع. 7:35:06 المركز الثاني أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي من قدم جميل على المركز. احتفال اللي قدم احتفال على المركز الثاني. المركز الثالث 7:35 بالوفاء والتمام اللي حلت الهائلة لراشد بن عبد الله بن سالم الساعدي اتت في المركز الثالث. تهانينا والناموس.